بعد ما حسني يعني لبس هدومه ورجع طبيعي بقى كما كان في الاول خالص. وهنختم بقى باللعبه الاخيره اللي هو هيلعبها معايا ان شاء الله. هتلعب ايه؟ في حاجتين دلوقتي اعملهم سراء. الحاجه الاولى، اي انسان لما بيشوف بنين عينيه، الاسود ولا الابيض؟ الاسود. بالسواد كله ولا بالقرنيه اللي في النص؟ القرنيه في النص. لو السواد كله مختفي ينفع ان الانسان يشوف؟ لا ان شاء الله. يعني هحاول اول حاجه، اول قدره، ان انا اخفي السواد خالص كانه مش موجود. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، هاجي اقف جنب حضرتك وانت هتحرك ايديك في اي اتجاه. اه ان شاء الله. عايزين كرسي يا جماعه، هاتوا لنا كرسي، كرسي سريع. لا لا، من غير كرسي. غير كرسي؟ طيب بص يا دكتور، هات ايد حضرتك كده. بسم الله الرحمن الرحيم. حرك ايد حضرتك على اي اتجاه، يمين شمال فوق تحت، في اي اتجاه يعني. وان شاء الله بعد ما اخفي النن بتاع عينيا، ان شاء الله هحاول ان انا امشي معاك في نفس الاتجاه. اوكي، بسم الله. حرك حرك. لا بسرعة، حاول تلخبطني. آخر حاجة. برافو يا حاج. آخر حاجة دي قدرة خاصة بالأسنان برضو. فك الحزام درجة واحدة. أنا كنت حابب حضرتك تشاركني فيها بس مش هتعبك يعني. حد تاني يشاركني فيها. بسم الله. درجة واحدة تبقى واسعة بس. ماشي. هنا. بسم الله. حسني، انت يعني ما شاء الله ربنا يوفقك، انت عندك قدرات خاصه فعلا. الحقيقه العرض اللي انت عملته النهارده في واحد من الناس من الحاجات اللي تخلينا نقول انك انت واحد من الناس المختلفين والمتميزين في مجالك. اظنك بتعمل عروض للناس، صح؟ نعم. فين وفين وفين بقى؟ في حضرتك من ضمن العروض اللي عملتها في اليابان، ودوله اليابان اتكلمت عني وقالوا حسني معوض هرم مصر الرابع، اقوى احفاد الفراعنه، الرجل الخارق، وفي دول خارج مصر يعني. لكن مشاريعك اللي جايه ان شاء الله؟ ان شاء الله. بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يستجيب دعاء للمسلمين والمسلمات. وفي حاجات ناوي ان انا اعملها يعني بخصوص مصر ان شاء الله، وارفع علم مصر خارج مصر زي ما حصل في اليابان وفي الهند ان شاء الله. بتمنى من الله عز وجل ان هو يوفقني في ده. واكتر حاجه بتبسطني وبتعجبني لما الناس بتتواصل معايا على الفيسبوك باسم حسني معوض محمد وابتدائي لي، سبحان الله يعني. ربنا يوفقك يا حسني. وانا سعيد جدا بتواجدي معاك والله يا دكتور. وانا انت من الناس اللي هم اللي انا بحبهم فعلا ويدخلوا القلب من غير استئذان. الله يبارك فيك. الله يخليك. مش مجامله يعني والله. ربنا دايما يا رب كده يوفقك، اللهم يجيب لك الخير ويسمعنا عنك كل خير، ودايما كده ناجح ودايما بتقدم عروض جميله. اللهم وربنا يا رب يعني يحافظك على ما وهبك. اللهم امين يا رب ان شاء الله. وفي حضرتك من ضمن الحاجات اللي ربنا انعم عليا بيها ان انا بتحكم في تقليل وتزويد نبضات القلب. يعني نبضات قلب اي انسان من 60 ل 100، وده اقصى حد. مظبوط. 101 ده معجزه طبيه يعني من ناحيه الطب يعني. واجهزه القلب يعني، والاجهزه بتكشف عليا على قلبي، بتلاقي نبضات قلبي 60، بوصل نبضات قلبي من 60 ل 120 ومن 120 لصفر، وكل ده في خلال 5 ثواني من غير ما اعمل اي مجهود ومن غير ما اعمل اي. يلا تعالى هات ايدك. اتفضل. وريني ايدك انا اقدر اعرف. افتح شيلي العروق. بسم الله. انا بقى بعرف يسنبض كويس.
من ايدك. بسم الله. هي دي ممكن نعملها في اي وقت باجهزه يكون مع حضرتك دكتور قلب بالاجهزه؟ لا مش محتاج جهاز. جاهز؟ جاهز. بسم الله. كده طبيعي؟ طبيعي. انا ما بعملش مجهود ولا اي حركه. كده سريع. كده سريع. انت نزلته لزيرو تقريبا؟ نزل لزيرو وبعد كده طلع ل 100 و دلوقتي 100 وحاجة. في معادل 100 وحاجة. 100. كده سريع. حاجة غريبة جدا، أنت إزاي بتعرف تقيس ال بعرف. سبحان الله. أنت عندك قدرات برضه في الموضوع؟ لا بعرف أقيس النبض.